نعم، لا زال القصف متواصلا على مدينة خان يونس وجنوب قطاع غزة بفعل الغارات الإسرائيلية العنيفة المستمرة منذ ليلة أمس وحتى صباح هذا اليوم. نحن هنا نقف أمام منزل عائلة الأصل، 4 منازل تم تدميرها بفعل القصف الإسرائيلي العنيف أو التي ضربتها 3 صواريخ من الوزن الثقيل التي أطلقت على هذه المنازل. كما ترون طواقم الدفاع المدني تعمل على إزالة الركام والحطام المنازل التي دمرتها، بنايات سكنية دمرت، والحرائق أيضا اشتعلت في هذه المنطقة بصورة كبيرة منذ وقت طويل، وتعمل طواقم الدفاع المدني ورجال الإطفاء على إخماد الحرائق، لكن بفعل القصف الإسرائيلي العنيف ما زالت الحرائق والدخان المنبعث من هذه الحرائق مستمر، فيما لا تزال يجري البحث الآن عن انتشال عدد من المواطنين الذين ما زالوا تحت أنقاض هذه المنازل المدمرة. نتحدث عن هذا المنزل الذي أمامنا، هو 4 طبقات تم تدميرها بفعل القصف الإسرائيلي. هناك عدد من المواطنين المفقودين، هؤلاء جميعهم هم سكان مدنيون، معظم الضحايا هم من الأطفال ومن النساء، عوائل هنا. أيضا هذه المنازل كانت تستضيف عدد من النازحين الذين نزحوا من أماكن مختلفة من قطاع غزة وجاءوا إلى هذه المنطقة بحثاً عن الأمن والأمان، ولكن على ما يبدو إسرائيل تلاحق كل من يتحرك من شمال قطاع غزة إلى المناطق الجنوبية. بحسب وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي، أكثر من 42% من الشهداء وضحايا الجريمة الإسرائيلية التي ما زالت متواصلة ضد قطاع غزة هم في المناطق الجنوبية التي تدعي إسرائيل أنها مناطق آمنة. كما ترون العمل جاري على إنقاذ عدد من المصابين أو الشهداء الذين لا زالوا تحت أنقاض هذا المنزل. أيضا عمليات قصف متواصلة في مدينة رفح، أكثر من 25 شهيدا استشهدوا بفعل الغارات الإسرائيلية ليلة أمس، بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي على منطقة معن شرق خان يونس. كان هناك 8 من الشهداء والعشرات من الإصابات الذين نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي بفعل القصف الإسرائيلي، فيما يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على طول المناطق الحدودية الشرقية بدءا من مدينة خان يونس أو منطقة القرارة مرورا باتجاه الجنوب حتى مدينة رفح. قصف متواصل بالإضافة إلى القصف الطيران الحربي الإسرائيلي وطائرات الاستطلاع التي لا تغادر سماء هذه المنطقة، بما ينذر بمزيد من الهجمات ضد المدنيين العزل.